يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كاريرا. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، صح فطوركم، مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج وافعلوا الخير في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. في عدد اليوم أعزائي نتشرف باستقبال فضيلة الشيخ فزازي بغدادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ، وصح رمضانك وكل عام إن شاء الله وانت بخير يا رب. احنا وإياكم وقاع العالم العربي والإسلامي إن شاء الله إن شاء الله. عدد اليوم راح نخصوه الأيام مباركات، وهي العشر الأواخر لشهر رمضان الفضيل. راح نتحدث حول يعني أهمية هذه الأيام في حياة المسلم، في حياة الصائم، هذه الأيام التي يجب أن نقتنصها من أجل الظفر بالخير الكثير المبين في القرآن الكريم. راح نخليكم مشاهدينا الكرام مع هذا التقرير الأول لبين فضل العشر الأواخر من توقيع الزميلة حنان قرقاش، تابعوا. يستقبل المسلمون في كل مكان العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل التي جعلها الله عز وجل عتقا من النار، وجعل فيها ليلة خيرا من ألف شهر، هي ليلة القدر المباركة. العشر أيام الأخرين هادو ثم غرب حوايج تاع العيد مع رمضان وهذيك. العشر الأواخر راهم فيهم أجر كبير، راهم العشر الأواخر واحد يكثر منهم الحسنات، الحسنات يكثر قد ما يقدر، ويكثر الطاعة ويكثر الصلاة ويكثر هاد الحوايج كاع ملاح هادو في العشر الأواخر. هاد الإنسان دو بريفيرونس يجتهد باش يقوي الإيمان تاعه في العشر الأواخر هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. عن هذه الأيام العظيمة التي نعيش نفحاتها الطيبة يتحدث السيد موسى عبد اللاوي، مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر العاصمة. ميز الله سبحانه وتعالى العشر الأواخر، وفي العشر الأواخر ميز ليلة القدر. قال المولى سبحانه وتعالى: والشفع والوتر وليال عشر. اختلف العلماء في هذه العشر الأواخر، ولكن خرجوا من خلاف من خلال أن العشر الأواخر في رمضان المفضل فيها هو الليالي، لأنها عتق من النار، ولأن العشر الأواخر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر لما سألوه. وليلة القدر ليلة عظيمة لنزول القرآن فيها، ولأن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق ويحدد الأعمار. هذا هو المفهوم العام للعشر الأواخر من رمضان. بالنسبة لبرنامج مديرية شؤون دينية والأوقاف للعاصمة، فيه قفة رمضان، فيه كسوة العيد لبعض المعوزين والأيتام، سميناها كسوة العيد. فيه أكبر عملية اللي هي عملية زكاة الفطر، تجمع في المساجد من طرف اللجان القاعدية وتوزع في المساجد، وهذه أيضا من أعمال الخير والبر، لأن ديننا الحنيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. لم يريد أن يفرح أبناء الذين يسر الله عليهم، ولا يفرح أبناء الفقراء. لكن البعض يغفلون عن فضل العشر الأواخر من رمضان، فينشغلون عنها بالاستعداد لعيد الفطر المبارك وشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلويات وتنظيف المنازل والتجول في الأسواق لساعات متأخرة، وكلها أمور تأخذ وقتا كبيرا تضيع بسببها بركات الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم. أما من يدركون فضلها وعظمتها فهم يستعدون لها بمضاعفة العمل
والاجتهاد في الطاعات، خاصة في ظل وجود عدة إجراءات تنظيمية للتسهيل للراغبين في الاعتكاف والتهجد بالمساجد. أولا التهجد مسموح في المساجد لكل المصلين، بالإضافة إلى صلاة التراويحية عادية في المساجد. فيه هناك الاعتكاف أيضا، لكن الاعتكاف يخضع لتحديد القائمة تسلم للإمام، لأن الاعتكاف فيه نوم، فيه أكل، فيه يعني بقاء في المسجد لمدة أيام، وتسلم قائمة أخرى لأقرب مصلحة من مصالح الشرطة، حتى لأنه تصبح القضية كأنه فيه تجمع رسمي لعدة أيام لا يخرجون من المسجد. لقد جعل الله عز وجل أول رمضان رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتقا من النار، فعلينا استغلال هذه الأيام العشر الأخيرة المباركة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى من خير الشهور وأعظمها على الإطلاق. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا تقرير حول فضل العشر الأواخر لشهر رمضان المعظم في حياة الصائم الذي يعني يصوم من أجل أن يقتنص هذا الثواب وهذه المغفرة التي يجدها في آخرته إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما هو فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن جميع الصائمين والقائمين، يتقبل منا وألا يردنا خائبين، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا عنده يا رب العالمين. أود أولا يعني إذا تكلمنا على فضل الصوم فلابد أن نتكلم لماذا فضل الله عز وجل هذا الشهر، ثم لماذا فضل هذه الأيام في آخر هذا الشهر. فيه سر رباني، لأن الله سبحانه وتعالى خلق أمكنة وخلق أزمنة وخلق بشرا، ولكنه اصطفى بشر على بشر، واصطفى مكان على مكان، واصطفى زمان على زمان. فالله سبحانه وتعالى فضل مكة المكرمة وما جورها من الحجاز أو من البقاع المقدسة على سائر بلاد العالم. لماذا؟ يقول ربي في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بسبب أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا المكان بإنزال القرآن الكريم، وفضل رمضان. رمضان هو شهر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ولكن لماذا رمضان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: رمضان سيد الشهور. ويقول في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان. إذن السر لتفضيل هذا الزمان هو شهر رمضان، شهر الصيام، هو إنزال القرآن الكريم. هناك اليوم الملايير من البشر، وسبق هؤلاء الملايير من البشر، وسيأتون بعدنا الملايير ربما من البشر. ولماذا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم من بين كل هؤلاء البشر؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل على قلبه قرآنا كريما، قرآن كلام الله عز وجل. وبالتالي الآن تبان قيمة القرآن الكريم، وهي من خلاله يصطفي الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور. فلهذا الصوم أو شهر الصيام، طبعا الصيام كان مكتوب على السابقين، ولكن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك. يجب علينا أخي التومي أن نتكلم في هذه النقطة بالذات. تفضل فضل الشيخ. لنبين أهمية هذا الشهر المبارك، لنبين الكرامات من عند الله عز وجل في الشهر المبارك، ونحن غافلين، ربما نظن بأن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وفقط. الله سبحانه وتعالى عندما أحبنا، حبنا ربي عز وجل، يحبنا أكثر مما نحب نفوسنا ربي تبارك وتعالى. هو يعرف شهواتنا وغرائزنا، خلقنا ورزقنا وأنزل علينا ماء وأنبت لنا نباتا، سخر لنا هذه الأرض كلها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وسخر لكم ما في السماوات والأرض، كل من عند ربي عز وجل. ولكنه يعلم أن هذا الإنسان يخطئ ويصيب، يذنب ويطيع، فجعلنا ربي عز وجل كأنها وسائل، كأنها مدارس، كأنها مدارس تدريبية تدرب المسلم كيف يتقرب إلى الله عز وجل، كيف يجني الثمار والحسنات. من بين هذه الوسائل أو هذه الآليات جعلنا مثلا شهر رمضان. إذن الفريضة فيه 70 فريضة، والخصلة فيه بفريضة، صيام نهاره فريضة، وقيام ليله تطوعا،
وفيه الخيرات، شهر البركة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يحط فيه الله عز وجل الخطايا ويعني ويستجيب فيه الدعاء ويذكرنا ربي عز وجل عند ملائكته، كل هذا. ولكن احنا غادي ندوا الاجر، حتى يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مجرد ان تقول هذا الصوم من عند الله عز وجل وانني احتسب الثواب عند الله عز وجل، فتدخل في هذه الدائره، غفر له ما تقدم. واختلف العلماء هل هي الكبائر وحدها ام الكبائر والصغائر، منهم من قال حتى الكبائر، ومنهم من قال من يعني خلاص مع الصغائر، الله مع الكبائر الله سبحانه وتعالى يرفع له الدرجات في الجنه. إذن الله سبحانه وتعالى لما حبنا وشاف أن العبد هذا ممكن يذنب ويخطئ، دان مدرسة الصوم يقوم لك الذنوب والخطايا، يعني يضعف لك الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. ولكن الشيء المهم اللي قلت لك، الرسالة الجديدة اللي نقولها لأمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجزائرينا، أن أنا دائما قلت لهم خطرة مرة، قلت لهم كما الملعب يجي حليل يوزيتش مثلا، تخيل معايا ستومي إذا عندي وقت، مثلا راه يدرب لاعبين يدربوا، أنت تشوف واحد مثلا يحضر لك لي زونترينمون 5 مرات مثلا في اليوم مثال، أو مرة في اليوم، يدرب شهر مثلا أو سنة، ونهار اللي يدخل الماتش أوفيسيال ما يعرفش يقضي بولا، ما يعرفش يتيري، يقيس كورنان، يراطي بينالتي. أنت كمتفرج واش تقول؟ تقول مالها هذا السيد هذا واش؟ والتدريبات هذيك مالها؟ يعني قاعد يك تدريبات وما عندهاش نتيجه في المقابله الرسميه، اذا كاين خلل. فلهذا اللي يدخل للعبادات، اللي يدخل للصلاه، واللي يدخل للصوم، واللي يدخل للحج، واللي يدخل للزكاه، وتشوف مازال سلوكاته واخلاقه منحرفه داخل المجتمع، علينا ان نتساءل، فيه خلل. مدرسه الصوم عليها ان تخرج الصالحين في المجتمع. نعم. إذا سبك أحد أو شتمك أحد فقل اللهم إني صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول عليه الصلاة والسلام يعني إذا كان يعني صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. إذن في علاقة بين السلوكات والأخلاق وبين العبادات، وربي عز وجل أراد أن يربينا بهذه العبادات لنخرج على سطح الأرض فنكون صالحين مصلحين. مهمتنا نحن خلفاء الله على أرضه، بس نأخذ من صفاته ونأخذ من أفعاله سبحانه وتعالى، من الكريم والعليم، من كل هذه، ونأخذ لتتجلى فينا على هذه المعمورة، نكون صالحين، نكون أوفياء، نكون صادقين، نكون مخلصين. يعني هذه الرسالة حبيت تسمح لي أخواتي نمررها من خلال الصوم ومن خلال القيم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندخل موضوعنا، النبي عليه الصلاة والسلام ممكن طبعا. سنعود إلى يعني لي يعني مناقشة هذا النقاط بعد أن نشاهد مشاهدينا الكرام هذا الفيتيار لعائلة بولاية سطيف، كاميرا برنامج وفاء على الخير رحت إلى هذه المدينة المضيافة، مدينة سطيف العالي، وعاشت مع عائلة تعيش ظروف صعبة جدا في كوخ، يعني لا يصلح حتى لا يصلح لحياة البشر. راح نخليكم مع تقرير حول عائلة أحمد لبوخ من ولاية سطيف مع الزميل سمير مخربش، تابعوا معنا. لطالما سمعنا بقصص لعائلات تجاوزت الخطوط الحمراء للفقر في ولاية سطيف، وتحديدا ببلدية قلال، وبالضبط بمنطقة قبلة صديم التي لا يمكن الوصول إليها إلا بشق الأنفس. قطعنا المنحدرات والطرق البرية قاصدين منزل عائلة ابن شهيد، انتهى به المطاف إلى العيش في هذه المغارة، مغارة موحشة على طريقة الإنسان الحجري. منذ أزيد من 10 سنوات وعائلة عم أحمد لبوخ اتخذت من هذا الكهف سكناً آوت إليه، لا يعرف من المهن إلى الرعي والاعتناء بالماشية، فهو يعيل العائلة من حرفة الرعي عند بعض الخواص، وفي هذه المنطقة تزوج ورزق بعشرة أولاد. تنقل بين الأكواخ إلى أن استقر في هذه المغارة، مغارة حولها عم أحمد إلى سكن يأويه رفقة العائلة منذ 2002. فلو نطقت حجارة هذه المغارة لشهدت عن حجم معاناة عائلة عم أحمد. هنا أيضا توفيت زوجته مؤخرا بعد مرض لازمها، وتركت تربية الأولاد لعم أحمد، ومنهم الطفلة سعاد التي تعاني من إعاقة ذهنية معقدة.
كيفاه توفيت الله يرحمها مسكينه؟ واش مسكين، حنا كنت بالخيبه بالبيت نقولوا مثلا. ايه بالبيت تعافر هي. ايه تعافر معي. ايه ما لا صح بزاف، هي مريضه جابت مسا في 7 سنين ونص. مسا في 7 سنين ونص توفات راه في 17 يوم ولا ملي توفات في السبيطار هنا في القران تاع الثلج هذه، راه في 20 سنه. واش بها يعني مريضه؟ ما اللي خلقت مع وقع عقونه، ما تهدر ما تهدر ما تخدم ما والو، شي مع وقع ذهنيين ملي زدت. وكيفاش راهي عايشه؟ واش راهي دير؟ واش عايشه؟ مريحه برك، مريحه برك. وزاد حتى امها اللي كانت هزتها مات. توفات الله يرحمها. امها كانت قايمه بها؟ ايه كانت قايمه باولادها كل. واش كانت دير لهم امهم؟ وش تخبز لهم تقسل لهم كذا. رفض عمي احمد ان تنقل عدسه كاميرا الشروق تي في المشهد البائس لهذه العائله داخل المغاره، ليس من باب الرحمه كما قال، وانما للوضعيه المفزعه التي تتواجد عليها بناته. فالمغاره غارقه في الرطوبه والروائح الكريهه. في هذه المغارة أيضاً يبيتون جميعاً مع البقرة التي تعد مصدر رزق هام تدر عليهم بالحليب. قام محسن ببناء كوخ للعائلة، لكن عم احمد اليوم وبعدما ذاقت به الأرض ولم يجد إلا هذه المغارة، يطلب مساعدة السلطات المعنية في إطار البناء الريفي لتشييد منزل مناسب يلم شمل العائلة، فضلاً عن تخصيص منحة شهرية لابنته المعاقة. انا عندي نفحه يعني في البن الريفي، عندي دبيب وفيس، عندي نفحه فيه موش لعب. شتيهم؟ سمع 10 والله غير نشتيهم يعني، نقول لك لا فريتي مو كان تعطي لي خزينه نتاع ذهب ما تحلليش كما نشوفهم. احنا الحمد لله يعني الميزيريه نتاع نقولوا عدى والدينا ودمنا وصبورين فيها ومتقنعين يعني بالشيء اللي عطاه رب العالمين، وما يقدرش الانسان يدير حاجه في بلاده اللي تغير يعني المجتمع ولا تغير الدول الجزائريه بالنسبه، والحمد لله وما قدرناش نديروا حاجه اخرى اللي هي تفسد الصمعه نتاع البلاد نتاعك. مشاهد مؤلمه اختصرناها في هذا الروبورتاج لوضعيه عائله عم احمد، فهل تبقى السلطات المعنيه لولايه سطيف ووزاره التضامن جامده لا تتحرك في تلبيه نداء عم احمد؟ مكيفات كاريرا، انتعاش وراحه. مع مبردات كاريرا يحلو صيفك وتنتعش أيامك. ما أحلى وأجمل بيتي وكاريرا تبرد الأجواء وتنقي الهواء. كاريرا هي نسمة الربيع في عز الصيف، هي جرعة الحياة في الصحراء. سبحان الله العظيم فضيلة الشيخ، أعتقد أن الصور يعني مؤثرة جدا، ويعني صعب أنه الإنسان يعني في هذا الوقت يعيش في مغارة، يعني خاصة لما يكون عنده أولاد وعائلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حقيقة لما تشوف هذه الصور يعني ما تحسبش أنا في 2012 أو حتى 2000 صح. عمي أحمد خلعني أنا يعني، هذا عمي أحمد كي شفناه ولا حبيناه من خلال الصورة صحيح هو خفيف الظل يعني ما شاء الله يعني. ولكن بغينا نقول له يعني هذا غير في كهف يعني 10 تاع الوليدات، ولو كان يعني لابد من الوعي. النطفة أمانة والوليدات أمانة أمام الله عز وجل والمسؤولية. يعني كان الصحابة ويعزلوا يعني، فالإنسان في ضيق اجتماعي ويزيد ما يكونش عنده وعي ويجيب يعني مجموعة كبيرة من الأولاد يعني مشكل. ولكن من أن يعرف من ذكرنا في رمضان، رمضان الجود والكرم، رمضان الإحساس بالضعفاء والفقراء والمحتاجين، نبعث هذه الرسالة لإخواننا في سطيف الفوارة وسطيف الكحلة وبيضة وسطيف الشامبيونة والحمد لله وكرة القدم وثقافة، خاصة للمسؤولين تاع سطيف بما فيهم النواب الجدد تاع سطيف، النواب الجدد تاع سطيف، وما لسطيف من فضل على مناصبهم الجديدة. أبعث لكم هذه رسالة الحب إليكم جميعا، لا تتركوا عمي أحمد في هذه الحالة. سكن الله يجازيكم، وسكن ريفي يعني ريفي بارك الله يعني فيه. حاجة مش مكلفة تماما يعني، مش سكن في العاصمة ولا في سطيف في وسط سطيف ولا يعني. وقال كما قال في الفيتيار أنه سكن ريفي بسيط جدا أفضل عنده من خزانة تاع ذهب. الحمد لله. إذا الرسالة عرفت لمن سيتومي؟ نعم طبعا. لكل إخواننا النواب باختلاف في تشكيلاتهم السياسية، يعني كل النواب تاع مدينة سطيف إن شاء الله يتفاهموا ولا يتلاقوا
وان شاء الله يبشرونا بخير بانهم سيقومون بهذه المهمه ان شاء الله. ان شاء الله مثل ما بشرونا ناس واحد اخرين يعني من مسؤولين من اهل الخير من كل الولايات اللي كانت فيها حالات اجتماعيه واللي قدموا لها اهل الخير يد المساعده، ويعني العمليه بسيطه جدا، ما يمكنكم فقط الاتصال على الارقام الهاتفيه اللي جوز اسفل الشاشه او عن طريق البريد الالكتروني او حتى عن طريق صفحتنا في الفيسبوك، كل السبل مفتوحه لفعل الخير في برنامج وفعل الخير. فضيلة الشيخ، نرجع إلى موضوع الحلقة لنهار اليوم وهو حول العشر الأواخر. فضيلة الشيخ، ما هي كرامات هذه العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان؟ يعني أولا قلنا لما نشوف عشر أيام الأخيرة من رمضان كأنها هي الجودة الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فقلت أن الله سبحانه وتعالى لما حبنا أعطانا الأولى هذه الهدية أو هذه الكرامة، كرامة رمضان يعني في طيلة السنة. ثم أعطانا ربي سبحانه وتعالى رمضان، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أدركه رمضان، يقول سحقا، جبريل قال له سحقا لمن أدركه رمضان ولم يغفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه الإمام الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان وإذا جاء رمضان غلقت فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، على اختلاف الروايات. يعني شهر تاع خير، ولكن تخيل عطاك أحد الخير ما جايك من رمضان زادك عشر أيام واحدة أخرى تاع خير فيها ليلة خير من ألف شهر. يعني تقريبا بالسنوات ستومي 84 سنة تاع عبادة دارها لنا ربي في ليلة واحدة. يا سبحان الله، يعني ربي يعطيك ويزيد يعطيك ويزيد يمدلك ويزيد يعطيك، غير أنت ما حبيتش تدخل للجنة، إذا أنت ما حبيتش ترجع لربي تبارك وتعالى. فنظن أكبر كرامة من عند الله سبحانه وتعالى هذه هي، الله يحبك، الله يناديك، الله يجعل منك أنك تقبل عليه في هذا الشهر، وتجعل هذا الشهر مناسبة وفرصة ذهبية في حياتك من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى. انظر إلى المساجد كيف امتلأت، حتى البنياتنا اللي كان ربما يلبسوا لباس الآن تغير لباس، حتى المسلسلات. أنا فرحت حتى بسي خونا سعاد الإمام وشتو يعني في عطا ناجا، يعني فيلم جميل جدا، يعني تغير كل شيء. فهذه مناسبة، نحن نفرح للجميع، الله يهدي كل الناس، ولكن نقول لهم يجعلوا من هذه المناسبة مناسبة. إذن عشر أواخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يديرها خاصة. تعرف بأن روات عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، استغفر الله، هذا الحديث في مسلم، كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر مما يجتهد في غيرها. هذا من ناحية العبادات فضل. طبعا لا، ما يليقش نفهموا غير العبادات سيتوم، لأن قلنا النقطة تحديدا بعض الناس فاهمين بأن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يوجد زربيته أو يعتكف في المسجد وخلاص. لا، يليق نفهموا بأن الاجتهاد على جميع مستويات العمل الإنساني والخيري. فلما أنت تشوف أن محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري يقول عليه الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة يقول عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان حينما يلاقيه جبريل يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فكان حينما يلقاه جبريل يكون أكثر من الريح المرسلة. الريح المرسلة تعرف الريح المرسلة توشي كل ما تهب عليه. صحيح. يعني كأنه مشروع خير يمشي بداته. إذن في الجود والكرم، في العبادة، في الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش غير روحه، ما كانش أناني صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها، كي نقولوا دائما شو هذه الأمور الليلية هذه ترويها عائشة لأنها هي زوجته. صحيح. هي أقرب، هي أعلم الناس بخباياه صلى الله عليه وسلم، والنبي ما عندهش خبايا، ما كانش واحد في العالم كله زعيم أو أي شخصية تعرف عليها كل التفاصيل حياتها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لو درست حياته الخاصة أو العامة أو المسؤولية أو غير مسؤولية ما وجدت عيبا واحدا، لأنه قدوة البشر كلهم، وما أرسلناك لرحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام كان تقول إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله. شد المئزر يعني كان يعتزل النساء، والمئزر احنا عندنا في الجزائر نقولوا اخويا قرفط قرفط، يعني شد المئزر بمعنى الجد والعمل والنشاط. تقبيل عجبتني، قلت لي هذا نكون انا انشط الناس في هذا رمضان. اذا نشوف في مشروع متكامل ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاواخر الايام هذه كان يجتهد اكثر، كان يعبد اكثر، كان يعني يجود اكثر
أنا نظن هذه كرامة ربانية علينا أن نقابلها نحن بكراماتنا. صحيح. يعني الله عز وجل أعطانا أكثر مما نحتاج ونستحق. الآن عندنا ضعفاء. نعم يا أحمد، رانا نشوفوا عندنا إحنا، رانا نشوفوا في الفقراء والمساكين كلي ما عنده ما يأكل، اللي ما عنده ما يلبس. ممكن عدد الفقراء والمساكين يزيد مع آخر رمضان، يعني الناس اللي عندهم شوية دراهم باش يجوزوا بها يعني هذا الشهر الفضيل، تخلص لهم حتى الفلوس يعني. صح. مع آخر شهر رمضان، فيكون فرصة. صح. كبيرة باش أهل الخير يعني. ولما لا. نعم. الحمد لله، والله سبحانه وتعالى يوفق خير، ولو أن هذه النقطة تاني فيها سلبيات على بالك. من المفروض أن رمضان الميزانية أو العملية الاقتصادية تنقص من المفروض، اللي كان يصرف 200,000 يولي يصرف، اللي كان يصرف 100,000 نورمالمون يولي يصرف 50,000. احنا عندنا في البلاد كان يصرف 50,000 اللي هو يصرف 250,000. هذه غلطة. ولكن المشكل فضيلة الشيخ انه ممكن يعني ممكن في حلقة سابقة كنا تكلمنا على موضوع غلاء الأسعار في الشهر الفضيل، يعني الحاجة اللي كانت قبل رمضان ب 100 دينار في رمضان تلقاها ب 200 دينار. يعني فالناس يعني ما بتكون شكون اللي غلى الأسعار؟ شكون اللي احتكر السلع؟ إذا لهذا قبيل احنا حبيت نفوت هذه الرسالة، أن رمضان اللي ندير عبايتي ونروح نصلي ونصوم على الماكلة والشراب والجماع، إذا ما خلانيش أنا نرحم الفقير وما نغش في البيع تاعي والشراء، ف يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني هذا هو المشكل. يعني هاد الناس اللي ما يرحموش الناس ما يرحمهمش رب الناس سبحانه وتعالى، واللي يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن نعاودوا مش ما ننسوش كلام السيتومي، أن هذه العشر الأواخر رانا مازال ما لحقناهاش، والحمد لله حستك راهي في الوقت المناسب. هي قمة، هي مناسبة عظيمة للتصالح مع الله، للرجوع إلى الله عز وجل، ولكن نعرف الله ونتصالح مع الله ليس مجرد أننا نصلي ونذكر، وإنما أن نكون أداة خير للآخرين، لا بألسنتنا ولا بأيدينا ولا بأفعالنا ولا بأعمالنا. يجب أن نترك بصماتنا في المجتمع الخيرية، يجب أن نحس بالآخرين، أن نقدم العون للآخرين. هذا هو الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى، لأن فلسفة الإسلام هذه هي تكافلية تعاونية، القوي يعين الضعيف، والصحيح يعين المريض، والغني يعين الضعيف. انتبه لي يا أخويا تومي، لو كان نمشوا بهذه الكيفية، وخاصة في الدوائر الضيقة، كل واحد في حومته، كل واحد عند مسجده، كل واحد في مؤسسته، كل واحد في أقاربه يقوم بالواجب تاعه، هذا لقضينا بعين الله تبارك وتعالى، لقضينا على الكثير من مظاهر الفقر في بلادنا، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا المرة مشاهدينا الكرام رايح نسافر أو نذهب إلى مدينة الجسور المعلقة قسنطينة مع زميل أمين لرقط، اللي وقف عند حالة يعني مأساوية، حالة عمي مسعود، هذا الرجل اللي تعرض للإهمال الطبي، وكنا تكلمنا عن هذا الملف مرارا وتكرارا في برنامج وفعل الخير. عمي مسعود اضطر إلى قطع رجله بواسطة منشار، يعني الأمر مفزع جدا أنه الإنسان يأخذ منشار ويقطع رجله، يعني هذا فقط لأنه ما صابش العناية في مستشفياتنا، مستشفيات مدينة قسنطينة. رح نخليكم تتابعوا هذا التقرير المؤثر جدا مع الزميل أمين لرقط، تابعوا معنا. ضحية أخرى من ضحايا الإهمال الطبي بمستشفياتنا، إهمال لا مبالاة بآلام المرضى بالكامل، أمر دفع بعمي مسعود إلى قطع رجله اليمنى بمنشار بعدما أصيب بمرض خبيث. وقتها تاه في المستشفى الجامعي لقسنطينة، ومن كثرة المواعيد المؤجلة وسماعه للعبارة التالية: اذهب ثم ارجع في اليوم الفلاني، وقتها ذاقت به الدنيا أين يتجه. فبعدما سرح من المستشفى بقسنطينة دون أن يعالج وهو يجر آلاما كبيرة، قرر أن يتخلص منها بنفسه بقطع قدمه اليمنى بمنشار اشتراه من السوق. والله يا الساعة يعني شوية في غلبة الساعة، يعني من المرض هذا منش مليح الحق، اسمع ما حابس البلاصة، اسمع ما كانش اللي يعاوني الحق، هذه هي ما كانش اللي يعاوني. تلقاني نزلت 4 سنين ولا 5 سنين من اللي قصيت كراعي، اسمع وانا مريض لها الساعة الحاضرة ما كانش اللي راهو معايا، اللي راهو يعاون فيها، ما عندي لا ولاد لا ولا خاطي، عندي البنات ثلاثة والمرأة وأنا ورب العالمين. كيف صارت الحادثة تاع رجلك بطرها لك مبتورا؟
درت واحد خبشه هنا في يدي في كرع اسمها هذا الثاني، درت له الحق طريف تاع بصله، سخنت البصله هكذا ودرتها له في صباعي، بيت بات رب العالمين الحق. الصباح لقيتها كحله بارود صباعي، ما عليه على هذه ما رحتش للطبيب الاولى ما عنديش مدخول، والثانيه ما لقيتش اللي يديني الحق، لا غالبانية يعني الناس هما اللي عاونوا فيا عندي. قلت لك 4 سنين وانا مريض بكرع هذاك اللي ما قصيتوش، عندي 4 سنين وانا مريض به الدود، والله يخرج منه صباعي كيما هذاك، والله معايا الدود يخرج منه رقيق هكذا قد الحبه تاع النعمه. الرجل اليسرى اليسرى هو كي تمام خلاص رحت للسبيطار، داتني الحق على السبيطار، دخت قالوا لي راك مريض بالسكر، وانا ماشي مريض بالسكر، وكي جيت عندي بالك قرب عام وانا نجري ليهم، وكي جيت روح للدار والله شريت مشار تاع الحديد وقسيتو بيدي انا، والله قسيتو بيدي، وشريت له الكول هذاك اللي كنت اللحم من الغش تاع العرب، كرهوني في السبيطار والله كرهوني. داك الساعه جيت لهنا للدار وقسيتو بوحدي، الظفر راني قسيتو وليت نداو فيه بزيت عرب والدهان، واني الحمد لله وكيف صرت. في النهايه عمي مسعود اصبح معاقا يمشي بعكازتين، وبصعوبة كبيرة يتنقل في أرجاء هذا المنزل المتواضع الواقع بحي بن شرقي بولاية قسنطينة. منزل عائلي غير مكتمل البناء، قد يجد عمي مسعود نفسه يوما في الشارع بعدما قرر باقي أفراد عائلة باللهور اقتسام التركة. عمي مسعود عاوده المرض في رجله الأخرى وهو يخشى أن تقطع، فيقعد محزونا محصورا في زاوية هذا المنزل المتآكل. يعيش عمي مسعود وبناته الثلاثة حالياً على صدقة الجيران بدون منحة وتأمين اجتماعي، وبمرارة يحكي ما وقع له حينما قصد مديرية الشؤون الاجتماعية لولاية قسنطينة، يتذكر ما قيل له هناك ويبكي بحرقة كبيرة. واحد الطفلة هكذا جريت لي عندها، واش اللي قالت لي؟ قلت لها انا كيف انا حابس عندي ثلاثه من الاولاد وحابسين بالشر، وهاك تشوفي لا غالب عليا. واش اللي قالت لي؟ تما تخلص الهضره اللي هضرت لي، قالت لي نستنى في واحد يموت ونحطوك في بلاصتو، والله تصدقني وخياني في غرض روحي، واش مزيد منها من الشيء هذا؟ من هذاك الوقت وانا نجري اليمنى هذا كلام ما تاثر فيك هذه، انا ما لقيتش روحي في هذا الشيء هذا، والله ما لقيت روحي. يراقب بناته بنظرات حزينة تحمل بعض الأمل لغد أفضل لهن وينجحن في دراستهن. يتمنى من المحسنين والجهات المعنية من السلطات العمومية المساعدة من أجل العلاج ومساعدته أيضا على العيش بكرامة. واش نطلب منهم؟ يشوفوا في الحقيقة هالساعة، نطلبهم يعاونوني وخلاص، وين يعاونوني لغل ما دامني حابس هكذا، طلبوا من المشاهدين يعاونوني المحسنين الحقيقة اللي هداهم رب العالمين. تركنا عمي مسعود وغادرنا المكان الشبيه بالمنزل، والأمل كبير في تحقيق أحلامه ومطالبه المشروعة. مشهد مؤثر جدا مشاهدينا الكرام، فضيلة الشيخ، يعني مأساة إنسانية قوية جدا، يعني نتمناه من أهل الخير في مدينة قسنطينة مدينة العلم والعلماء أنهم يشوفوا هذا الحالة البائسة لعمي مسعود. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما أخي تومي من خلال هذه النداءات نريد أن نقدم بعض الحلول يعني في الكيفية الوصول إلى هؤلاء. أولا الحمد لله رب العالمين، هؤلاء ليسوا كثر من يعني يفوتوا في هذه القناة المباركة. قسنطينة بلد العلم، بلد بن باديس رحمه الله تبارك وتعالى. أتوجه لربما رئيس عيادة خاصة، وما أكثر فيهم الخير هؤلاء الناس، أو محسن بروموتور، أو واحد يستجيب، واحد يقول ناداني ربي سبحانه وتعالى في هذا الرجل، كأن أرسله ربي عز وجل ليك أيها القسنطيني، أيها البار، أيها المحسن، أيها كن سخي على هذا. الله يجازيكم وبارك الله فيكم، انظروا لهاد الناس بعين الرحمة، ربي يرحمكم بعون الله سبحانه وتعالى، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. إن شاء الله، ويمكنكم أعزائي المشاهدين يا أهل الخير أنكم تساعدوا عمي مسعود الموجود في حي بن شرقي بولاية قسنطينة
تقدروا تساعدوه عن طريق الاتصال بالأرقام الهاتفية المبينة أسفل الشاشة واللي راي تمر أمامكم، يعني ليقدر يساعد عمي مسعود بأي شيء، يعني خاصة بالجانب المالي لأنه ما عنده حتى مصدر متاع رزق، أنه يتقدم في هذا الشهر الفضيل أين تضاعف الحسنات من أجل الظفر بـ 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 بالمغفرة وبالثواب وبالأجر عند الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، نرجع إلى موضوع العشر الأواخر لشهر رمضان الكريم. فيه الكثير من العائلات الجزائرية عندها تقليد سنوي، وهي أنه لما جي العشر الأواخر عوض ما الناس تجتهد من أجل الظفر بالحسنات وأنها يعني تزيد من الأجر والثواب والمغفرة غير ذلك، ولكن تتجه إلى أشياء واحدة أخرى اللي هي عندها علاقة بالعيد، من إعداد للحلويات، من شراء للملابس، من يعني هذا صح طبعا. ولكن طبعا يجب أن نجمع بين هذا وهذا، هذه الأعراف الجزائرية الطيبة، لأن الإنسان من هو الذي يستعد للعيد، يريد أن يلبس اللباس الجديد ويأكل الحلويات، هذا عرف طيب عند الأمة العربية عموما، عند الجزائر خصوصا لا بأس به، ولكن هذا العرف يجب أن لا يعارض نصا شرعيا أو لا يعارض القواعد العامة أو الكلية لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس الناس خليه تفرح. ولكن غير نقوله كما سبق وقلت أنت سيتومي، إن اللي نعرفه هذا العشر أيام أو هذا العشر ليالي هي للإنسان يظفر بها بالأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى، فيوفق الإنسان. طبعا ما غاديش نقولوا الناس ما تفرحوش، الله يكثر فرحتكم، ونقول لكم عاد كي تبغوا تفرحوا زيدوا فرحوا ناس واحد اخرين معكم، ماذا بينا نهار العيد كما قلنا عشان مغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ما تنسوش قيام الليل يا جماعه. نقول لكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عائشه رضي الله عنها، رواه الامام الترمذي في السنن، تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يترك أحدا من أهله يستطيع القيام إلا أقامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ما كانش واحد يقدر يقوم باش يصلي في الليل إلا وينوضوا عليه الصلاة والسلام. يعني هذه فرصة للأمهات، للآباء، للعائلة كلها، أنها تتنافس على ختم كتاب الله عز وجل، على قيام الليل في خاصة في الثلث الأخير من الليل، وعلى الحفاظ على الورد القرآني. يعني يليق كذلك التنافس كما نتنافسوا على اللبس، يليق نتنافسوا أكثر على هذه. نعم. لأن ممكن أخواتي ربما معدل الموتى في الجزائر الله أعلم يوميا 320 و 340 ولا واحد يوميا تموت، يعني بغض النظر عن الحوادث. بالمناسبة نسأل الله تبارك وتعالى يا ربي يا أرحم الراحمين احفظ هذه الأمة إن شاء الله من هذه الحوادث المرور اللي أصبحت تحصد يعني الأرواح يوميا، يعني للأسف الشديد بالعشرات. يعني قلت ومعدل وفاة ربما 300 أو كذا، احنا عندنا في وهران تقريبا 20 واحد يوميا. من يقول لك أو لي بأنني سأدرك رمضان القادم؟ الله وحده يعلم. إذا لماذا لا أنتهز وأنا الفرصة في هذا رمضان نعمر شكارتي مليح عند ربي سبحانه وتعالى؟ وأيام قليلة وسيمر رمضان، أيام قليلة وسيمر رمضان، ولكن الخيرات اللي موجودة في رمضان ما نعودوش نلقوها بعد رمضان. فلهذا أوجه نصيحة لجميع إخواني المسلمين والمسلمات، أننا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقوم هذه الليالي ونقبل على كتاب الله عز وجل ونتنافس في الخير على هذه الليلة. والحمد لله المساجد مفتوحة والناس هتقوم الليل الحمد لله ربعين قبل الفجر بساعات، وإحنا كنا إحنا عندنا ليالي بيضاء ليلة 27، يعني لأن الجمهور يشوفوا بأن 27 هي ليلة القدر. ولو أن سمح لي هنا نفتح قوس سيتومي، الكثير من الناس، أنا وجدت الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح البخاري عنده 46 قول في متى تكون ليلة القدر. إحنا كنا ليلة 27، العلماء منهم من قال من أول يوم رمضان، منهم من قال يعني من 21، منهم من قال طيلة سنة. لماذا؟ طبعا هو الراجح من الأقوال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان من كل وتر، يعني في العشر الأواخر وفي الأوتار تاع الليل. وحديث كثيرة معروفة مشهورة بل يعني صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا أخفيت ليلة القدر بالضبط؟ ما كانش نص، يعني في اجتهاد لعبد الله بن عباس لعبد الله بن مسعود أن تكون 27. عبد الله بن عباس حاجة جميلة، شوف هذا العلماء تاع القرآن، احسب، قال لك أن ليلة القدر يعني في سورة القدر مذكورة 3 مرات، قال لك كل ليلة القدر كي تحسب حروفها تلقى 9 نفوة طروة 27، قال لك إذن تكون ليلة القدر. وعاود عندها تفسير آخر
تأويل آخر رضي الله عنه قال لك في سورة القدر في إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك القدر، لما توصل الاسم الإشارة هذاك هي سلام هي حتى مطلع الفجر، جات هذيك هي يعني في رقم 26 يعني جات هي رقم 26 ومن بعد حتى مطلع الفجر يعني فقال هي كي أشار لها الله عز وجل هي هنا إذن هي في ليلة 27، هذا اجتهاد ولكن ما فيش نص قطعي بين لماذا باش الإنسان يجتهد طيلة الشهر وخاصة في العشر الأواخر ربما يصيبها. ويقول عليه الصلاة والسلام قالت لعائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو كان ندرك أنا اللي تلقد وش نقول؟ أعطيني الفيلا والدراهم ولا أعطيني وش؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو هذا القلب الرحيم العفو، قالها لو أدركتها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، إنك كان أكثر من العفو إذا عفى عنك الله عز وجل وش باقي؟ فأنت يعني الفراش الطريق ممهد لك للجنة فاعفو عني. فلهذا هذا الليلة مباركة كما قلنا قبلها هي خير من ألف شهر، هي يعني أكثر كأن تقريبا 84 سنة من العبادة، ف 84 سنة من العبادة تخيل أنك تقوم كل ليلة وتصادفها. هذا كما ربي سبحانه خف ليلة ساعة الإجابة يوم الجمعة خفنا الموت، هذه كلها حكم فيها مصالح لنا لنجتهد أكثر ولنجتهد دائما باش ما يكونش عندنا عباداتنا ولا وقفاتنا الربانية تكون مناسباتية. لا، خلي رابطك مع الله عز وجل، خلي عبوديتك لله عز وجل تكون دائمة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تلقى ربك عز وجل. صحيح. لأن احنا مخلوقين من هذه العبادة. زوج كلايم لما واحد يسمع العبادة يحسب باللي غادي نبقى غير نصلي ونصوم ومجمع في الجامعة، لا مشي هكذا، لأن يعني العبادة كلها جلستك هذه ستومي معنا اليوم عبادة، شربتك للماء عبادة، زواجك عبادة، إتقانك في عملك عبادة، الفلاح في مزرعته عبادة، والطبيب في مستشفى عبادة، إماطة الأذى عن الطريق. أنا جيت دروك اسمح لي نقولها هذه انخلحت يعني عند هنا بعيد في وسط المدينة يعني 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا ربي لو كان يجي واحد يعني هذا هو هذا هو رمضان أكثر من ثلاثة أشهر الطرق يعني في وسط العاصمة كارثة. الآن المهملات يعني الزبل مقيوس يعني مكركر عند الشجرة هنا عند مقابل مقام الأمير عبد القادر، مقام الأمير رحمه الله تبارك وتعالى، والأمير ينظر يعني يعني شهر رمضان هذا هو، ألم يقل عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا إن شاء الله نعود نوصل في الختام الخلاصة عشرية. قبل الختام بلاك فضيلة الشيخ نخليكم مشاهدينا الكرام مع هذه النداءات العاجلة اللي تعودتوها دائما في برنامج وفعلوا الخير، تابعوا معنا. مكيفات كاريرا، انتعاش وراحة مع مبردات كاريرا، يحلو صيفك وتنتعش أيامك، ما أحلى وأجمل بيتي، وكاريرا تبرد الأجواء وتنقي الهواء. كاريرا هي نسمة الربيع في عز الصيف، هي جرعة الحياة في الصحراء. فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة يعني كخلاصة بالنسبة يعني الأيام الأخيرة والعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، كيف المسلم يعني ممكن ملخص كيف المسلم الصائم يعني يستطيع أن يظفر بكرامات هذه العشر الأخيرة من شهر رمضان؟ نعم الحمد لله رب العالمين. طبعا نحن عندنا رسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الخير كل الخير في اتباع إرشاداته أو في اتباع سنة صلى الله عليه وسلم، عندنا الدليل عليه الصلاة والسلام. إذن قلنا هو بداته كان يقوم العشر الأواخر، بل كان يحتكي في النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني يروى أنه حتى توفي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحتكف في المسجد.
طبعا انت مشيت وانت تحتكف في المسجد وتخلي مرتك ووليداتك وتقول اني محتكف، هذا في مساله خلافيه، هل يجوز الاحتكاف في مساجد غير المساجد يعني التي تشد لها الرحال، المسجد الاقصى والنبوي وال... هذه مساله اخرى. يعني بعض الناس يخلي وليداته وقاع ويقول اني غادي نحتكف يعني لا، يعني المهم الانسان يبقى مع الله، يرتبط مع الله عز وجل، يكثر الصلاة. النبي رهقنا عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يدير، يحيي ليله ويشد مئزره، يعتزل النساء، يجتهد أكثر، ينفق أكثر كالريح المرسلة. يعني هذا العشر أيام خليها كأنها مدرسة فيها تنعصر وتصفى إن شاء الله، وتخرج كما هذه اللؤلؤة المتميزة اللي من خلال هذه الشحونات. انتبه جيدا أخي المستمع، هذه الشحونات، هذه الشحونات الكبيرة التي تتلقاها ويتلقاها قلبك المؤمن في هذا الشهر الكريم، هي التي بفضل الله سبحانه وتعالى سغادي تقبض لك 11 شهر بعد رمضان. يعني راه عندك واحد القوة، واحد الشحنة إيمانية غادي تستطيع تقضب لك إن شاء الله 11 شهر بعد رمضان. إذا ما عمرتش الشحنة تاعك الآن، البطارية تاعك إذا ما عمرتهاش الآن في هذا رمضان، وتراه جاي وعودة للبحار وللشواطئ، يعني نخافوا على نفوسنا ونخافوا على أولادنا وعلى شبابنا وعلى إخواننا. إذن الخلاصة القول، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع القرآن الكريم، وانتهز الفرصة على رمضان، وانتهز الفرصة على العشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نفوز جميعا بالجائزة. يعني الجائزة هي اليوم العيد، يعني يوم العيد هو الجائزة، لأن اللي يعمل مليح يربح ولا لا، اللي يخدم مليح يربح في الامتحان تاعو. فالان رمضان اللي غادي يخدم مليح غادي يربح ان شاء الله بالجائزه تاعو، وغادي الفرحه الكبيره اللي يفرحها الصائم الجيد والقائم الجيد هو يوم القيامه. يقول عليه الصلاه والسلام للصائم فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى ان شاء الله. فضيله الشيخ داعيه فزازي بغدادي، اشكرك جزيل الشكر باسم كل مشاهدي قناة الشروق الفضائية، نشكرك على هذه المشاركة الطيبة في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج وافعلوا الخير. مشاهدينا الكرام، سنضرب لكم موعدا الأسبوع القادم في نفس التوقيت. تحياتي تحيات معد البرنامج الزميل رشيد فضيل، نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كاريرا.